السلام عليكم، دخان بفيديو جديد وسجل دخول فخم العيون الأساطير. طبعا يا سادة الكرام، أول شيء إذا سمعتوا إزعاج في الفيديو فأستسمح منكم، لأنه أنا في مكان عام يعني حاليا، وأكيد نبيكون معاكم إزعاج في الفيديو. الفيديو ما في لقطات جلد، الفيديو راح أتكلم فيه كلام، وأتمنى منك يا أسطورتي أنك تسمع الفيديو من البداية إلى النهاية، وأتمنى أنك تحط لايك عشان يوصل هذا الفيديو لأكبر عدد من المشتركين. المهم يا سادة الكرام، رسلت رسالة في المنتدى عن هذا الشخص اللي فاتح مثل قناتي بالضبط، ويعني على محتوى ثاني، يعني على سالفة التهكير وكذا، ومعظم الشباب شافوا الرسالة في المنتدى وفهموا الكلام، ومعظم الشباب للحين ما شافوا الرسالة وما بيعرفوا الحقيقة، فقررت اني اسوي هذا الفيديو واتكلم فيه. اجاني واحد من المتابعين في الانستغرام، الله يعطيه الصحة والعافية، قال لي: الدخان في واحد فاتح مثل قناتك. والله انا ما عطيت الموضوع اهتمام، لان في قنوات او في اشخاص كثير يفتحوا قنوات باسماء قنوات ثانية، إلا إجاني واحد من المضافين معاي في اللعبة بيقول: يا الدخان، كيف الطريقة أبو شركة تعطيك 10,000 جوهر؟ فأنا استغربت من الموضوع، قلت له: أي 10,000 وأي شركة وأي شو؟ قال لي: شركة قارينة أنت بتقول أنه بتعطي 10,000 جوهر، تدخل الأيدي وما أعرف شو. قلت له: من عقلك أنت يعني؟ قارينة فري فاير مرة من المرات سويت لك كيوب ماجيك مجاني، وما عطت اي لاعب، يعني تقريبا من 100% عطت لاعب واحد فقط، فانت يعني مجنون تعطيك 10,000؟ من انت تكون عشان تعطيك 10,000 جوهرة؟ قال لي: والله انت راسل. لأنا راسل؟ وين راسل؟ قال لي: في قناة نفس قناتك، يعني انت فاتح قناة ثانية بتتكلم عنها في هذا الموضوع. والله دخلت على الانستغرام ورحت حال هذا المتابع اللي مكلمني عن هذا القناة، حصلت راسلي رابط قناة وقال لي: هذا القناة اللي مشابهة لقناتك. فدخلت على رابط القناة وشفت الموضوع ان 10,000 وما اعرف شو، وحاط مقدمة فيديوهاتي، وحاط يعني ID حسابي في اللعبة، وحاط نفس الصورة وحاط نفس الغلاف، يعني نفس القناة بالضبط، ولكن على اساس ان المحتوى ثاني، يعني محتوى التهكير. فأنا رسلت رسالة في المنتدى كلمتكم فيها أن هذه القناة ما قناتي، وأنه أنا ما معي إلا قناة واحدة، ويعني المعظم صار بيعرف هذا الموضوع أنه أنا معي قناة واحدة، وهذاك إنسان منتحل الشخصية بحاول يبحث عن مشاهدات. فهذا الرجال شاف المنشور مالي وإجي حكاني في الانستغرام وقال لي: يا الدخان، أنا ما محتاج مشاهدات، أنا فقط سويت هذا القناة عشان أجيب لك متابعين كثير. يا أخي، أنا ما أريد متابعين منك، أنا ما أريد متابعين يعني ترسلهم محتويات كاذبة، لا، وأنت تريد تحصل متابعين على حسابي. فأنت لو، وقال لي: أنا قادر أوصل لوين ما أريد أوصل، قادر أوصل متابعين، أنا هكر وأنا بشتغل ما أعرف شو، يعني كله كلام مبيض، يحاول أنه يورين حاله أنه هو الهكر العالمي ما اعرف وش عرفته. فقلت له: يا اخي يا رجال، حتى ما رديت عليه، والله جبت رسائل ما رديت عليه اقسم بربي. فانا يعني في خاطري اقول: يا رجال، اذا انت هكر او انت بكر او انت تكون اللي تكون، يا اخي افتح لك قناه خاصه في فيديوهات خاصه فيك انت، انا ما اريد متابعين بتكذب عليهم بتقولهم الشركه بتعطيكم 10,000 جوهره، والناس تصير تسفيني، وشيء من الناس مسرقين هذا الموضوع لليوم، جالسين يسوي الطريقة الكذابة مالك. يا أخي لا تشوه سمعتي قدام العالم. فيا شباب، أنا ما عندي إلا قناة واحدة، وهذا الشخص وين هددني على أساس أنه يسكر قناتي إذا كلمتكم أو رجعت أكلمكم أن هذيك القناة ما قناتي، يعني لازم أن أنا أقولكم هذه قناتي وهذيك قناتي الثانية وتابعوني وكذا، على أساس أن أقولكم كذا كوين ولا بيهكر قناتي. اسمع أنت، اسمعني. لا شيب، لا تهكر قناتي، والله خفت، يعني تريدني أقولك كذا؟ والله العظيم أقسم بربي حاشا المتابعين اللي هنا واللي برد عليك رد يعجبك. انت يا خرا، عارف مع من تتكلم؟ انت تتكلم مع واحد ما يتهدد ابدا، الا والله لو مدير شركة اليوتيوب اجي وكلمني هذا الكلام، والله لا ارد عليه رد يعجبه. انا انسان ما يخوفني هذا الكلام، يعني
وش أقولكم يا شباب، والله يعني لما قال هذا الكلام أنا والله صرت أضحك. طيب ماشي مشكلة، عساك تكون هكر أقوى هكر في العالم، يا أخي هكر قناتي، إيش 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 يعني إيش بيصير؟ هذا أحسن من أني أنا أطلع كذاب قدام العالم والناس والناس تأخذ فكرة ما كويسة. فأتمنى منكم يا شباب، والله ضحكني هذا الشاب. أنا بهكر لك قناتك، وإذا ما هكرت لك قناتك بضرب قناتك الـ SEO. ما أعرف هذا فيروس، ما أعرف وش هذا والله. قال بضرب قناتك الـ SEO، الـ SEO كذاك أعتقد كلام بالإنجليزي معناته الـ SEO، ودعم قناتك راح يروح، وقناة وفيديوهاتك ما صايرة تطلع للمشاهدين، يعني فيديوهاتك راح يحصل عدد مشاهدات أقل. طيب ماشي مشكلة، حبي يشتغل على هذا الشيء. أنا إنسان ما أريد أطلع كذاب قدام الناس، وما أريد منك أنك تشوه سمعتي. إذا أنت حاب تسوي قناة يا أخي سوي قناة باسمك، وأكذب على المتابعين باسمك. حاج أنك تكذب على المتابعين باسمي، وسالفة أنك تهددني والله هي أعلى ما خيلك أركبه وما تخوف شلبي. أوكي، فأتمنى من كل الشباب يفهموا هذا الموضوع. أنا ما عندي إلا قناة واحدة، وأي شيء ينتشر قنوات ثانية يخص باسمي مواضيع ما لي دخل فيهم، يعني فهمانين كيف يا شباب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأتمنى أنكم تشاركوا هذا الفيديو لأكثر عدد من المتابعين، عشان الناس خلاص يعرفوا أنه أنا معي قناة واحدة، وهذاك إنسان كذاب، أو أي واحد يفتح قناة باسمي هذاك الموضوع ما يخصني. ويا الله يا سادة الكرام، السلام عليكم.